إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سيمان، بالضبط من قلب الطريق الرابط ما بين بن سيمان في اتجاه السوق الأسبوعي 2 طوالي. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فضباب كثيف يغطي سماء المنطقة هنا نواحي بن سيمان ويحجب الرؤية. هنا قلب الطريق الرابط ما بين بن سليمان في اتجاه السوق الأسبوعي 2 الطوالع. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شو تي في، دائما صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر. المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الأجواء قلب الطريق الرابط ما بين بن سليمان في اتجاه السوق الأسبوعي طوال عفا، ضباب كثيف يغطي سماء المنطقة ويحجب الرؤية. هام للسائقين، ردوا البال لكم تتوصلوا بسلام وألف خير إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.